عشان كون ان شاء الله تكونون بخير يا ربي. طبعا جينا مكان يجنن، طبعا المكان كلش حلو. لا اقول هواء، اي هواء عالي نبي نشرب. اي واخيرا وصلنا الى سفينه باندير مافاغورو. راح احكي لكم شنو قصه هذه السفينه. طبعا هذه المدافع اللي تشوفوها هي مدافع حقيقيه، وايضا تاركين هنا مثل ما تشوفون ابو قنابل وطائرات اللي كانت مستخدمه بذاك الوقت بالحرب، وايضا السفينه الحقيقيه اللي كان عليها مصطفى كمال رئيس تركيا، اللي كان يسموه يعني هو اتاتورك اسمه يعني اللقب مالته. طبعا هسه راح نسوي جوله بهذا البارك، ومن بعدها نصعد بالباخره نشوف يعني شلون كان شكلها بهذاك الزمن، لانه هم تركيها على حقيقتها بدون ما يعني يغيرون من عندها، فقط يعني تاركيها كمتحف، وايضا الشخصيات الحقيقيه مسويها على شكل تماثيل. فهسه نخلص من هذه الجوله ومن بعدها نروح للباخره نشوف. مكتوب عليها هنا كل شيء 1972. ماما ماي تقدر تشيل 12 ماكو هسه شايفكم، تقدر تشيل 12 قنبلة. والله والله تشيل 12 قنبلة من هاي، طبعا حربية. الشخصيات اللي تشوفوها ويا مصطفى كمال هم زملائه اللي رافقوه من اسطنبول الى سامسون على متن هذه الباخره، وكان سبب شهرتها هي اللي حددت مصير مصطفى كمال مؤسس جمهوريه تركيا، وكان ويا 18 شخص اللي انقذتهم من الوقوع بيد الاعداء. مثل ما تشوفون هنا هاي الستائر والكرسي وهذا مال الاطفاء. طبعا اكو هوايه قطع اثريه تاركيها هي حقيقيه، لكن محافظين عليها من هذاك الزمن لحد هذا وقتنا بدون اي اضافات وبدون اي شيء حديث، يعني هي الاغراض هي نفسها لكن جدا جدا محافظين عليها. قطع تلفون من الزمن القديم. الو قديم ويا باخ شو تقول. طبعا هذه هي غرفة نوم مصطفى كمال اتاتورك لما كان على مثل هذه الباخرة، وحاطين ايضا جهاز انذار بس واحد يدخل او يتلمس اي شيء راح يدق الجرس لانه حولت. مصطفى كمال اتاتورك هو مؤسس تركيا الحديثة وبطلها القومي اللي ألغى الخلافة العثمانية وأسس تركيا المعاصرة. تزعم مصطفى كمال ما يسمى بحرب الاستقلال، استقل من الجيش ونظم قوات تحرير عام 1919، وهذه القوات قاتلت ضد اليونانيين والبريطانيين وأيضا إيطاليين وفرنسيين تحت قيادته، وتمكنوا من طرد القوات المحتلة عام 1922. طبعا هاي القاعة اللي تشوفوا اللي احنا بها هسه، هاي شوفوا ايش كبرها من نار لهناك، هاي كلها جوا السفينة صايرة هي الطول مالتها، حاطيها مسويها هسه على شكل مثل المتحف، بس هم كانوا بالقبل حاطين هناك كراسي ولحد هذا المسافة كلها كراسي، فكانوا اجتماعاتهم كانت تصير هنا وفوق عندهم مكان مال المدافع شي يضربون بيه يعني. طبعا
طبعا هذه اللي بالصورة دي تشوفوها هي زوجة مصطفى كمال، اسمها لطيفة أوشاكي. استمر زواجهم تقريبا سنتين ونص، وبعد 34 عام من وفاتها أصدر كتاب بعنوان لطيفة هانم، تصور به سيرة حياة زوجة أتاتورك بصورة مدهشة. واللي عنده اهتمام يعرف قصتها تقدرون تبحثون عن كتاب اسمه لطيفة هانم وتقرون كل قصتها. وعام 1938 توفى مصطفى كمال أتاتورك، كان عمره 57 سنة، قصر بهجة بسبب تشمع الكبد. حاولوا الأطباء يعني من مختلف آسيا ومن أوروبا يقدموا له علاج، لكن توفى في عام 1938. قديمة طبعاً. هاي يمكن من الذهب مصنوعة، عيار 14. توب جو. الأسلحة هم اللي كانوا قبل يستخدمون خدمات جلد الكراب اللي من الجلد مصنوع، وهذا السلاح. مع هذا السلاح تشوفوه هذا مال مصطفى كمال. أتاتورك كان. هذا مال بوليس. هذا مال كابتن مو مال بوليس. وهاي هنا نشوفوها هي ملابسه كان زي مالته. هذا زي طبعا الحقيقي، يعني مو الديكور اللي حاطينه، مو كل هذا اللي موجود حقيقي، بس كان قصير اسم الله عليه. طويل مو؟ قصير، مالته الشورت كله كم شبر. كمان. والله عشان بالكبسه من صدره. ترى شفتي الكبسه من صدره. تقول ايش قاعد تحلي القميص بكبسات منه؟ عجبك الموديل؟ اي احب الموديل القديم بكبسه. طبعا في كل مكان بتركيا اكو نصب تذكاري لمصطفى كمال أتاتورك، اكيد مو بس الباخره، ولكن كلنا نعرف مطار أتاتورك، وايضا ملعب أتاتورك للاولمبياد، سد أتاتورك، وايضا الجامعه الكبيره اللي بتركيا، ومزرعه أتاتورك، واكثر من مكان موجود به يعني مثل نصب تذكار له. ومو بس اماكن، ايضا ما ننسى انه العمله التركيه اللي هي الليره مطبوع عليها صوره مائيه للرئيس أتاتورك، وايضا من قيمه ليره واحده الى العملات الورقيه الاكثر قيمه. يعني وصلنا من السفر واخيرا كلش تعبنا. كم يوم ظلينا بالباخره؟ تقريبا شهر ونص. اوه تعبنا، بس هدومنا ما نقدر نغيرها. كلش حلوه الباخره من برا، شكلها كلش حلو كل ما تشوفوها هنا. اي طويله. مدينه العاب. لا مو مدينه العاب. ايه مدينه العاب كافي، هواي لعبتوا. يومين نوديهم مدينه العاب وما يشبعون. ما اعرف وين نودي. مدينه الالعاب تحبها؟ طبعا احنا جينا هنا محل لقيت عندهم حاطين تحفيات Loucura demais, loucura de som.
É muita vibração. O DJ começa a tocar.